الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فواضل الأعمال أيها الأحبة بر الوالدين. الإسلام دين البر، ومن أعظم البر بر الوالدين، لأن الله قرنه بعبادته. فالأبوين وصية الله، وصية رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حق الوالدين عظيم لا يمكننا أن نحصره، ومن سره أن يمد له في عمره، ويزاد في رزقه، ويذكر بالخير بعد موته. فليبر والديه وليصل رحمه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.